أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. اعتقال قيادات للقاعدة في إدلب يؤجج الصراع بين الظواهر والجولاني. الاتحاد الإفريقي يدعو إلى إجلاء 3800 مهاجر في ليبيا بشكل عاجل. وتحذيرات من انفجار فقاعة البيتكوين بعد قفزات سريعة وكبيرة طرأت على قيمتها مؤخراً. والإمارات العربية المتحدة أكثر الدول ازدهاراً في العالم العربي وفق مؤشر الازدهار العالمي. ووسادة القطن تسبب تجاعيد بحسب خبراء العناية بالبشرة الذين حذروا السيدات من النوم على غطاء وسادة من القطن لأنها يمكن أن تضيف سنوات إلى المظهر من خلال التسبب في التجاعيد.